أول رد من إسبانيا على قرار المغرب. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوك. إن شاء الله تكون بخير يا جماعة، بصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف شو كان أول رد من إسبانيا بعد قرار المغرب بإقصاء موانئ إسبانيا، وأيضا عنا موضوع هام يلي هو عمر هلال. قبل ما نبلش الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، وخلينا نبلش فيديو سوء. خلينا نبتدي بالموضوع الأول اللي هو انتخاب عمر هلال رئيساً للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. شو القصة؟ تم اليوم منذ ساعات قليلة انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، بالتزكية رئيساً للجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه هي أول مرة يتولى فيها المغرب رئاسة هذه اللجنة الهامة المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي، ويجسد اختيار المملكة المغربية باسم القارة الأفريقية اعترافاً أمامياً بالإجماع بدور المغرب باعتباره فاعلاً ومسؤولاً وذا مصداقية في جهود مكافحة السباق نحو التسلح سواء النووي منه أو الكلاسيكي، وكذلك بعمله لفائدة السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ويشكل هذا الانتخاب من جهة أخرى شهادة. هذا الكلام اللي عم نحكيه اليوم هام جدا يا جماعة. هنيئا لجميع المغاربة وهنيئا للمغرب هذا المنصب الجديد والمنصب الهام جدا. هنيئا لعمر هلال هذا المنصب الهام. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الكلام المفرح يا جماعة. وخلينا هلأ ننتقل إلى القضاء الإسباني، المحكمة رقم 2 في إسبانيا توجه تهم الإرهاب إلى إبراهيم غالي وليده اليمنى. شو القصة؟ أفادت تقارير إخبارية إسبانية أن محكمة التحقيق رقم 2 في إسبانيا قد وجهت اتهامات بالإرهاب إلى إبراهيم غالي والرجل الثاني أيضا سالم البصير. طيب شو اللي بنفهمه هلا؟ المحكمة توجه تهم إلى إبراهيم غالي، وإبراهيم غالي اليوم موجود داخل الجزائر، يعني لماذا القضاء الإسباني الآن استيقظ يا جماعة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات، بالفعل شيء غريب جدا، نحن عم نشوف اليوم المحكمة توجه اتهامات والقضاء اليوم أصبح يعمل، يعني ما فائدة هذا العمل وإبراهيم غالي أصبح في الجزائر؟ لماذا لم يعمل هذا القضاء عندما كان إبراهيم غالي داخل التراب الإسباني؟ بالفعل يا جماعة هذا القضاء مضحك جدا، يعمل بالعكس، عندما يغادر المتهم يتم التحقيق معه. خلينا هلأ ننتقل أول رد من إسبانيا على قرار المغرب. ردت الخارجية الإسبانية مدريد على قرار المغرب القاضي باستبعاد الموانئ الإسبانية. على خلفية استبعاد المغرب الموانئ الإسبانية من المعابر البحرية في إطار عملية مرحبة 2021، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن سبب القرار المغربي واستبعاد الموانئ الإسبانية يعود إلى المخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد. ونقلت مصادر محلية عن الخارجية الإسبانية أن حكومة مدريد تحترم قرار الرباط بخصوص استبعاد الموانئ الإسبانية من تنظيم الرحلات البحرية لإعادة مواطنيها في الخارج. مصادر أخرى قالت إن المغرب اتخذ هذا القرار دون التشاور مع إسبانيا في وقت يشهد أزمة ثنائية، وصفتها الرباط في عدة مناسبات بالجدية بعد نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا ومغادرة أراضيها في وقت لاحق بعد علاجه في أحد مستشفياتها. طيب شو اللي بنفهمه يا جماعة؟ الخارجية الإسبانية ترد
كأول رد على قرار المغرب قائلة: نحن نحترم هذا القرار، وإن المغرب قد اتخذ هذا القرار وذلك من أجل المخاوف من تفشي الوباء. اكتبوا لنا بالتعليقات، هل إسبانيا هل تعلم حقا بأن هناك أزمة مغربية إسبانية؟ يا جماعة إسبانيا اليوم لا تعلم ماذا يحدث حولها، تقول اليوم بأن المغرب اتخذ هذا القرار من أجل ألا يتفشى الوباء. ألا تعلم إسبانيا بأن المغرب غاضب؟ ألا تعلم إسبانيا بأن المغرب هذا القرار هو عقاب لإسبانيا؟ إسبانيا لا تعلم شيء يا جماعة، وكأن إسبانيا فاقدة للوعي ولا تعلم ماذا يجري حولها. لقد تم هذا القرار كعقاب على إسبانيا، اليوم إسبانيا تبرره بأنه من أجل ألا يتفشى الوباء. غدا سوف يتم إلغاء اتفاقية الصيد، وبعد غد سوف يتم تعليق التعاون الأمني. ماذا سوف تبرر إسبانيا؟ هل إسبانيا في حالة من السبات لا تعلم ماذا يجري حولها؟ إسبانيا اليوم لا تعلم ماذا يجري حولها، والقضاء الإسباني يريد محاكمة إبراهيم غالي بعد أن أطلق سراحه. اكتبوا لنا شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. إسبانيا تعلن فتح حدودها أمام السياح المغاربة بتقديم شهادة التلقيح أو فحص سلبي. قررت السلطات الإسبانية اليوم فتح حدودها اعتبارا من اليوم في وجه جميع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، وذلك دون انتظار دخول خدمة الشهادة الصحية الأوروبية حيز التنفيذ والمقررة في فاتح يوليوس. وأعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أنه اعتبارا من اليوم 7 سيتم الترحيب بجميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم وعائلاتهم في بلدنا إسبانيا بغض النظر عن بلدهم الأصلي. طيب ليش اتخذت إسبانيا هذا القرار المفاجئ أيضا؟ يهدف فتح حدود الإسبانية أمام الزوار إلى أنقاذ قطاع السياحة الذي تعرض لنكسة كبيرة بسبب الجائحة. شايفين يا جماعة كيف إسبانيا في حالة من الضياع ولا تريد أن تعترف بأنها ضائعة. إسبانيا إن بقيت بهذا الشكل تمثل بأنها لا تعلم ماذا يجري حولها، سوف تخسر كل شيء. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الرد الإسباني الغريب والمفاجئ يا جماعة. ويوصلنا لآخر الفيديو، كل الحب وطفل، سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.